أهلا أهلا بيك، تفضلي. السلام والرحمة. هلا بتي. السلام عليكم. لا بتي، قولي السؤال. يعني شو بدك تسألي؟ الموضوع عن التجارة الخارجية. شلون؟ الموضوع عن التجارة الخارجية. التجارة الخارجية. سؤال يعني ولهذا كان أمامنا هدفان وإنسان، هذه الأسئلة ما فهمت. ما فهمت. بكي، التجارة الخارجية شو تريدين منها؟ شنو صيغة السؤال؟ التجارة بالطبع هي عملية عموما نقل السلع والبضاعة عبر الحدود الخارجية. أما إذا عرفتي ما هي أهم الثروات التي تصدر، فبالتأكيد النفط بحدود أكثر من 95% العراق يصدر النفط، وبذلك أصبح الاقتصاد العراقي يعتمد بالدرجة الرئيسية على النفط. سؤال آخر بكي؟ سؤال يقول ولهذا كان أمامنا بشارة إنسان، متى تصبح؟ متى تصبح؟ متى تصبح؟ متى تصبح؟ والسؤال صيغته غير واضحة. تريدين مميزاتها؟ بكي بكي، التجارة عموما يعتمد العراق في التجارة بالطبع على الصادرات على النفط بالدرجة الرئيسية وعلى الاستيرادات لسد احتياجاته من المواد الغذائية، وبنفس الوقت المواد الأولية التي نستوردها تدخل بأغراض التنمية الاقتصادية. أولا التصدير إلى النفط، والثاني سد احتياجات البلد من المواد الغذائية والمواد الأولية التي تدخل في التنمية الاقتصادية. شكرا لسؤالك. نعم، إذا الدخل الأخ مختار أكد على هذه الأنماط. إذا الفراغ أطرح خطي مبعثر منتشر، ليش التجمع؟ ما هو السبب في أن يكون التجمع بشكل خط على ذلك؟ لأن أرض العراق سدة أمطارها، وبذلك اتجه السكان نحو نهرين الدجلة والفرات، وأصبحت حتى المحافظة مع امتداد نهرين الدجلة والفرات عدا النجف وكربلاء، وكربلاء حتى تروى من قبل جدول الحسينية من مقدمة السدة الهندية. أما السبب في أن يكون مبعثر في الهضبة والجزيرة، هنا الاستيطان يكمن في مناطق الآبار، فأصبحت الآبار مرتكزان واستيطان للسكان، وكل نقطة من النقاط هي تشكل مجموعة من السكان. نعم، سؤال محمد. تفضل يا محمد من البصرة. السلام عليكم. السلام ورحمة. كان بس عندي تعليل. ايه
يتكئن الانتشار السكان في المناطق الشمالية الشرقية من العراق. يتكئن انتشار السكان في المناطق الشمالية الشرقية من العراق. في المناطق الشمالية الشرقية من العراق. انتشار السكان في المناطق الشمالية الشرقية من العراق. السبب يرجع في الدرجة الرئيسية للتأسيس إلى وجود الغيوم والمعادية ووجود السهول ضد المقاطعات الجبلية كسبب شمازون وغيرها ونسيبي وكثرة العيون. فضلا عن الطرق الصخرية تساعد على ظهور هذه العيون وأصبحت هذه العيون. السبب الرئيسي في عملية استقرار السكان ومستوى الغروات المنطقة بزراعتها بالتمر والعديد من الفواكه في المنطقة. سؤال آخر ابن محمد. وهل بدأ الضفة تعريف؟ تفضل. تعريف الاستاذ. الاستاذ. تعريف الاستاذ. نعم، الاستاذ هي عبارة عن حشائر قصيرة. هذه الحشائر القصيرة يلاعبهم البنات شبه الجهل وتعد هذه الحشائر على الحيوانات وتنتشر في منطقة الجزيرة وخاصة أحيانا تنتشر حتى في الغابات فترة سقوط الأمطار شتاء. سؤال آخر حمودي. شكرا يا حمودي. إذا عرفنا ما هي الأسباب التي أدت إلى عملية توزيع السكان خطي مضاعفة منتشر في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من العراق. السؤال الآخر الذي ورد من قبل إبراهيم أحمد، ما هو السبب في عملية تلقي السكان في مناطق الغوار؟ السهول الفيضية في الأراضي خصبة، وفي نفس الوقت أصبحت عملية التركز لأنواع حيوانات شرب الإنسان، وفي نفس الوقت القيام بالزراعة. إذا المناطق الموارد المائية هي تعد بالتأكيد بالدرجة الرئيسية لاستخدام الإنسان حتى على سطح الكرة الأرضية. نحن نعرف نقول تعد منطقة وادي الراتبين هي الدرجة الأولى لاستقرار السكان. أيضا مربط من الدولة. تفضل ابني. شلونك الساعة؟ هلا علي. أخبارك؟ الله يسلمك، الله يحفظك. الساعة عليك ابني. سؤالي أهم وسائل تطور السياحة في العراق. أهم؟ وسائل تطور السياحة في العراق. أهم تطور السياحة في العراق. في العراق. سؤال ثاني من عام 1927. نعم. العراق. نعم. بلغت امتياز استثمار شركات الكره الصفريه. السبب الرئيسي لتطور السياحة
وجود مناطق اثريه بدءا بدور الحضاره الصومريه وهكذا ومعابد وعلى شهور صدمه لها المدرسه المستصفريه المنويه اسلاميا قصر العاشر هذه المناطق هي مناطق اثريه لذلك بدا السكان وبالدول العالم يعبرها الى هذه المناطق فضلا عن المراكز الدينيه المراكز الدينيه حزائي النجم كبدر بغداد سامراء لذا اتصال اخر نعم من بغداد منه هذا المصطفى السلام عليكم استاذ سؤالي قاعد تركيا شكل تركيا شبه الجزيرة نعم تركيا شبه الجزيرة نعم استاذ فقط راح ننظر إلى خليفة تركيا لاحظ ذلك لاحظتني هذه هي شبه جزيرة السبب لأنها محاطة بها من ثلاثة جهات لاحظ ذلك البحر الأسود من الشمال بحر إيجيب من الغرب من الجنوب البحر المتوسط فقط هذا الجزء من إيران وسوريا المناطق الأخرى فهي مسطحات محلية، لاحظ ذلك البسفور هذا الفضيع، بحر مرمرة، القرطبي، بحر إيجيب، إذا فعلا هي محاطة بالمياه من ثلاثة جهات وهي بالترتيب عبارة عن شبه جزيرة، شبه جزيرة محاطة بالمياه من ثلاثة جهات، مع السؤال الآخر شكرا لهذه الأسئلة. سؤال آخر يقول عندك ما هو السبب في أن نؤكد على العملية كلها كحالة مهمة في استقرار السكان مثلا في أجل. أجل قد بلغ مراكز دينية لذا تجمع السكان قرب هذه المناطق. سؤال آخر وعليكم السلام أستاذ أنا عندي سؤال ما هو التلاعب الديمقراطي وضح ذلك وما النتائج تترتب على ذلك أستاذ ما هو التلاعب الديمقراطي ما هو التلاعب الديمقراطي مثلا نقول هناك تغير ديمقراطي في حركة السكان من هذه المدينة مفهوم الديمقراطي هي حالة التغير مثلا التغير في عملية زيادة الولادات وقلة الوفيات في الأرض حالة تغير وكذلك الحال نقدر نقول عملية التنجيم في المدارس وصل حسب ما تأكد بمصير 83% يتفقون ولكن عن حصولهم إلى الإعدادية بحدود 10-15% هذه حركة الديمقراطية سواء كان في مجال التعليم في مجال الهجرة في مجال الولادات في كل المجالات تبيع الحركة شكرا لسؤالك بعدني شكرا 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 إذا هل هناك عامل آخر لتركز السلطة؟ نعم وجود المراكز الصناعية تعد منطقة لتركز السكان بالتأكيد لأن الصناعة بحاجة إلى الأيدي العاملة بحاجة مناطق الإنتاج
كل شيء سوف تصبح هذه المنطقة مشتركة كأسلوب تجاري، وبذلك تصبح الحركة التجارية لنقل السلع من مراكز الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك، وإذا زاد الإنتاج بالتأكيد سوف يصدر إلى الخارج، سوف تكون مناطق مستهلكة. أما هذه الثروة المعدنية تكون فعالة في حدود أو تواجد السلطة واستقرار، نعم كل الثروات المعدنية في العالم هي مناطق لتركز السلطة، بدءا من تكون تواجد أيضا إلى أن يتركز السكان في تركيب. ثم مناطق أخرى بتاشات الفوسفات تبقى حالة واحدة بحالة نفرة، هذا الموضوع سوف تنتهي هذه الليلة. عبد الله عبد الله من الوحدة. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة. لو كان الساعة استاذ عندي سؤال. تباين انواع النباتات الطبيعيه في العراق. نباتات طبيعيه في العراق. استاذ سؤال شفنا وجود الاغوار. وجود الاغوار في الاقسام الجنوبيه من العراق. سؤال عن سؤال النار. ارتفاع المدى الحراري بين حرارة الليل والنهار في العراق. نعم سؤال. هذا دوخنا كل الأسئلة. لا بالعكس. السؤال الأول. هذه هي طريقة الزمن. لاحظوا أولاً أنت ما بين 29 كيلو تنتقل الحرارة إلى 37. هذه الساعة في ساعة بالتأكيد سوف تؤدي إلى تقوى في النبات الطبيعي. كيف؟ كلما اتجهنا من الجنوب نحو الشمال مداخل فاستقرت هذه الارض، واذا استقرت في الشمال واحتمال الشرقي مناطق جبليه تتراكم حسب على ثمنها الكثره الجماليه، فبالتاكيد تجد هناك ايضا مسافات كثيفه. وعندما نتجه الى المنطقه المتوجهه تقف عندنا حشائش الاستبس، وعندما نتجه نحو الغابة تبدأ نحو الأشواك والحقول، تبحث بأن هناك مثال الصحراء وهناك نباتات تنمو حتى ضفاف الأنهار. إذا التنوع جاء بسبب التنوع في ضوافر السطح